برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق 17 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام سمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس سموه وكؤوس أنجال سموه، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأسي الشوطين الثاني والرابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز سمير داود، ثم قدم سموه كأس الأشواط الخامس والسادس والسابع إلى فوزي ناس. هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اعتزازه وحرصه على ترجمة التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه الفارس الأول والداعم الأكبر للفروسية في المملكة، بضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة بما يساهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الجهود والخطوات التطويرية التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك للارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة وانعكاساتها الإيجابية على ارتفاع مستوى السباقات المحلية من خلال اهتمام الملاك بجلب جياد ذات مستويات عالية ونخبة من الفرسان العالميين والمحترفين، وكذلك تحقيق عدد من الملاك انتصارات متميزة خلال مشاركاتهم في سباقات الخيل الخارجية. وأعرب سموه عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به السباق الذي أقيم على كؤوس سموه وأنجاله الكرام، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها الهيئة العليا والإدارة العامة لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في سبيل إنجاح تنظيم هذا السباق والارتقاء برياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتطويرها نحو أفضل المستويات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستويات والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط السباق والتي عكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاستعدادات الكبيرة للإسطبلات المختلفة، معربا عن تهاني سموه وأنجاله الكرام لجميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس السباق وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والنجاح. هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.